فقدنا الاناشيد النهارده كورال امير الشهداء كنيسه ماري دلدس في منشيه البكري ولا في حمامات الاب، مش عارف حمامات الاب. نجاوب شوية أسئلة. زميل لي في الجامعة بينتقد سفر النشيد الأناشيد ويقول إن كل هذا السفر يدعو للشهوات، فبيقول أنا ما عرفتش أرد عليه. يا ريت تقرا الكتاب بتاعي عن سفر النشيد، كاتب مقدمة كبيرة عن الموضوع ده. في كلام كتير موجود في النشيد لا يمكن يكون عبارات حب، لأن مثلا يقول لها شعرك مثل قطيع ماعز رابط عند جبل جلعاد، مين اللي تقبل ان شعرها كده؟ او يقول اخت العروس مثل جيش بالويه، الويه يعني كذا لواء، يعني ايه تخوف زي جيش بالويه؟ ده الكلام ده يقوله على حماته لكن ما يقولوش على حبيبته. فرس في مركبات فرعون، يعني حاجات مش معقولة. اقرأ الكلام اللي انا كاتبه في مقدمة سفر النشيد. سفر النشيد ده كله اشياء رمزية عن علاقة الله بالكنيسة او علاقة الله بالنفس البشرية، وإلا ما كانش يتحط وسط الأسفار المقدسة. يا ريت تقرأ، ما عندكش أديك أنا نسخة. واحد بيقول نعرف ان السيد المسيح قال من يقول لاخيه يا احمق يستوجب نار جهنم، ومع ذلك السيد المسيح قالها لحد تاني. شوف يا ابني، لازم في كل الكلام اللي يتقال نشوف ان اللي بيتكلم له سلطان ولا ملهوش سلطان. زي واحد برضو سألني قال لي بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، وعايز يطبقها. مش ممكن القاضي بيدين في المحكمة ويقول الانسان ده مخطئ والانسان ده مجرم والانسان ده يستحق الموت، نقول له لا تدينه؟ لا، له سلطان ان يدين.
رئيس العمل ممكن يقول للموظف اللي عنده انت غلطان وانت مش كويس وانت يتخصم لك يومين، تقول لي بيدينه، اقول له له سلطان ان يدين. وهكذا الانبياء وبخوا كثير من الشعب لهم سلطان ان يوبخوا. فكان بالاولى السيد المسيح له سلطان ان يحكم على اي شخص بانه غلطان. دي ما نسميهاش ادانة وما نسميهاش خروج عن الوصية. الاب في البيت له سلطان يقول لابنه انت كذا وكذا وكذا ولازم تغير اللي انت فيه. نقول بيدين؟ لا، له سلطان، وان لم يمارس سلطانه يبقى غلطان. فخلي بالك من الناحيات. واحد بيقول لي ما رأي قداستكم في الرسائل المتداولة بين التلفونات المحمولة عن معجزات تمت بواسطة قديسين، وعلى من تصله الرسالة أن يقوم بإرسالها إلى عدد من الأشخاص، وإذا لم يرسلها سوف يصاب بأذى، وإذا أرسلها سوف يحدث له شيء سار. يا ابني دي كلها خزعبلات. معجزات القديسين نسر بها، نفرح بها، نقولها للناس، لكن مش معناها اللي ما يقولهاش يجيله ضرر، واللي ما بيبعتش رسائل زيها يصيبه ضرر. الكلام ده عيب. القديسين نفسهم ما يرضوش بكده. دي حاجات انا شفتها من زمان. الرسائل دي كانوا بيبعتوها، مش صح الحاجات دي. وزوجها يعمل في القاهرة وهي بتعيش في بيت أهلها لمدة سنة ونص، لأن أهل زوجها يسببون لها المشاكل باستمرار. ياريت العائلات الكبيرة ما تخشش في الأولاد الصغيرين اللي بيتجوزوا. يعني واحد بيتجوز سيبوه يعيش مع مراته في حب وسلام، لا تيجي أمه تتدخل ولا أمها تتدخل. مال الكبار دول بالأولاد الصغيرين؟ سيبوهم في حالهم. الأم تفتكر إنها دفاع عن ابنها، تقول له لا لازم البنت دي تقضى عليك، لازم تعمل. يا ستي مش كده، خليكي وسط خير، ما تقلبيش حياة ابنك وزواجه من أجل نصائح تضره. ممنوع إن الستات يقفوا في الكنيسة ويكلموا، اقعدي. حسنا قال بولس الرسول ليصمت نساؤكم في الكنائس. خلال الأسبوع ده ومحتاجة لتمن العملية.
وما قالتش هي مين وايه العملية وعنوانها ايه، مجرد وقت انا هقف انادي وسط الشعب وقول مين اللي هتعمل العملية، حتى ما قالتليش ايه العملية. يا بنتي ابعتيلي اسمك وعنوانك او نمرة تليفونك وقولي انا المذكور ادناه هعمل عملية. ولي ابنة وحيدة تمت تزويجها من راجل بخيل، من راجل بخيل طمعا في ثروتي وعايز يورثني بالحياة. انا عايزكوا في فترة الخطوبة تدرسوا الشخص او الشخصية في الزواج. ممكن البنت تعرف ان خطيبها بخيل ولا مش بخيل، يعزمها على اكله وتشوفها يدفع الثمن ولا يخليها هي تدفع ويجيب حاجة على القد وما يكملش، يعني ممكن تتعرف يشوفوا بيقدر يجيب لها هدايا ولا ما بيجيبش، والهدايا دي قيمتها تافهة ولا قيمتها كبيرة. يقدر يعرفوا من الكلام معاه ومن سؤاله عن أشياء. لكن تتجوز بخيل وهي مش عارفة انه بخيل، هل الشبكة اللي قدمها لها تدل على انه بخيل ولا ايده فرطة؟ يعني كله يتعرف، لأن الزوج البخيل متعب برضه، وكونه يطمع في ثروة أمها وعايز يورثها بالحياة. سؤال تاني، كيف يعرف الشخص ان هذه الشروط تنطبق عليه؟ شروط الرهبنة في شروط عامة وفي شروط خاصة برهبنة البنات. الشروط العامة ان المتقدم للرهبنة يكون انسان مات عن العالم وما فيه، زهد في الدنيا كلها. في واحد بيروح الرهبنة لان الدنيا هي اللي زهدت فيه مش هو اللي زهد في الدنيا، ويكون عنده روحيات ما يغضبش بسرعة ما يتضايقش لما يقعد في مجتمع، يكون في حاله، وأيضا يكون يحب الصلاة ويحب يستمر في الصلاة. بالنسبة للبنات يحبوا ان سنهم ما يكونش كبير، لأن البنت اللي بتكبر في السن يبقى من الصعب قيادتها، يكون طبعها واقف عند وضع معين من الصعب تغييره. الرجال ما بيهمهمش كبر السن، واحد
يكون في افتقاد في مدينة 15 مايو. يا ريت تحاسبوا الكهنة تقول لهم بتعملوا ايه، بتفتقدوا ما بتفتقدوش، تحاسبوا الكهنة او الكاهن يعمل جدول افتقد ايه وقت ايه وشوارع ايه، وهل افتقد الاغنياء فقط ولا الاغنياء والفقراء. يعني خلي بالكم منه. انتوا ايه يعني اللي بساطكم في الموضوع؟ يعقل ان مذبحا للرب في الروضة مركز مهلوي هذا المذبح لم يرى قداسا خلال فترة الصوم المقدس سوى الاربعاء والجمعة بسبب انشغال. خلي بالك من بلدياتك. قداستكم وعدتم بالحديث عن آداب الحديث في التليفون، فأرجو إلقاء هذه المحاضرة لأن لدي مشكلة. الست زوجتي ممتازة في كل شيء ما عدا الحديث في التليفون، تتكلم بالساعة. تتكلم اثناء النوم وفي اوقات الفراغ في العمل. نصيحتي للسيدات خليكوا تقال كده. عارفين يعني ايه تقال؟ يعني الواحد يتمنى انه يسمعكم، مش تكلموا لغاية لما يزهق من كلامكم. كلامكم بحساب يكون زي الذهب، بحيث الراجل يقول لك انت ما كلمتنيش ليه، انا عايز اسمع صوتك. مش يقول لك ده وشتيني. لا 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 لا، خليكوا في منتهى الحكمة في كلامكم. مش معناها انكم تبوزوا وما تتكلموش، لا، تتكلموا بميزان. واحد بيقول هل زجاجة الأبركة لما نشتريها من الكنيسة ونشرب منها كلنا في البيت حرام؟ نعم حرام وحرام. لما انت تولف تشرب الأبركة في البيت مش هتشعر بقيمة السر الإلهي وانت بتتناول. لا 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 لا، كل شيء له نظام وحسب ترتيب. برضو محبش كمان ان الأديرة تعمل كميات كبيرة من الأبركة وتبيع للشعب بالشكل ده، بتعصرهم. مسألة مش مسألة تجارة. سؤال، هل الفيتامينات المقوية حرام مع الصيام؟ لا مش حرام، ممكن تاخد في الصيام
فيتامينات ومقويات ما فيش منه. هو اللي بنمنعه ان يكون طعام بشهوة، لكن انت طبعا ما عندكش شهوة فيتامينات تمريدي. مفيش شهوة، مش تخرجوا من الاجتماعات تشتروا فيتامينات، لا. ربنا يعزيك يا بنتي في وفاة ابنك. بيسأل عن الطعام النباتي، وهل زمان كانوا بيأكلوا طعام نباتي؟ برضو في الكتاب بتاع عن روحانية الصوم تلاقي فصل كبير عن الطعام النباتي. وأول ما ربنا خلق الإنسان خلقه نباتي، قال له تأكل من ثمر الحق، وما ابتداش يصرح بأكل اللحوم غير بعد الطوفان، بعد ما الناس فسدوا لدرجة ان ربنا اهلك الشعب كله بالطوفان. لما غيث الطوفان ربنا قال لنوح ان ممكن يصرح ليه بأكل اللحوم، ما عدا ما يكونش لحم بدمه. في ساعات كثيرين يكون بيوزن لحمة وكبدة وبعدين تفضل حتة كبدة صغيرة يروح رميها في بركة السبع. وياكل الكبدة بدمها، ده حرام. اللي بياكل الدم يشبه الوحوش. انا فاكر زمان كنت في زياره في امريكا سنه 77، ودعاني القنصل بتاعنا في بلد من البلاد لحفله وقدموا لنا اكل، وبعدين لقاني ما باكلش اللحمه دي. قال لي انت ما تاكلش لحمة؟ قلت له ما احبش اكل لحمة بدمها، حاطين اللحمة بايض الدم فيها كده شرايح دم. قال لي كويس. فسألهم وقالوا لهم يقدموا لنا لحمة ويل دن يعني مستوية تمام، بحيث ما بينش فيها دم، لكن دول بياكلوا بدمها. ما بياكلش حاجة دمها غير البرتقال. في برتقال يقول دمه. وربنا لما وكل الشعب في البرية وكلهم المن، والمن ده كان زي رقاق بزيت ما فيهوش لحمة، لغاية لما هم زهقوا وقالوا عايزين ناكل لحمة، فدلهم اللحمة وعقوبة ضربهم بيها، فمات منهم عدد كبير في مكان دفنوا فيه يسموه قبروت التقوى، يعني قبور الشهوة.
والتي توفيت منذ 20 يوما، هي حياتك، وانا حلمت بيها وقلت لها عايزة حاجة، قالت لي الرحمة. فسألتها رحمة ايه؟ فقالت طوبى للروح مع المساكين، وقلناها مع بعض. فهل هذه رسالة منها؟ اذا كنت تشوف ان دي رسالة من والدتك، قدمي احسانات على اسمها للفقراء، فيبقى في رحمة المساكين. بتقول مع العلم ان اخواتي حلموا بيها اكتر من مرة، وهي بتضحك، وقالت لهم انا اسمي كان حلم واعملوا زي. معلش، جايز بتدي لكل واحد رسالة تناسب. ناس بعتني يقولوا لأول مرة نقوم برحلة أمهات بمناسبة عيد الأم إلى الكاتدرائية لحضور اجتماع قداستكم، وذلك من دير الأمير تدرس الشطبي بقرية كذا، محافظة الفيوم. ديسيا، مكتوبة ديسيا، بس أنا افتكرتها حاجة تاني. أول مرة أسمع ديسيا دي. مرحبا بكم يا أخويا بتوع ديسيا، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم، ويا ريت بالمناسبة دي تفتكروا الأمهات القديسات اللي عملوا حاجات كتيرة كويسة. أذكر بين هؤلاء الأمهات القديسات أم القديس ماري مرقس الرسول، اللي بيتها كان أول كنيسة في العالم. وأذكر من بين هؤلاء الأمهات أم موسى النبي. تصوروا هذه الأم، كان ابنها موسى النبي، النبي العظيم في العهد القديم، وابنها الثاني أول رئيس كهنة في العهد القديم، وبنتها كانت نبية أيضا، فواحدة تخلف نبي ونبية ورئيس كهنة، لازم ست كويسة جدا، أم فاضلة. يقابلنا مثلها أم القديس باسيليوس الكبير، كان ابنها القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقفة قيصرية كابادوكيا، وكان ابنها بطرس أسقف سباستية، وابنها غريغوريوس أسقف نيسوس، وبنتها كانت المرشدة الروحية لإخوتها، وقيل إنها بقت رئيس الدير. أم قديسة بتخلف بنات عيال قديسين. من ضمن الأمهات القديسات أيضا الأم اللي ذبح أبناؤها على حجرها وهي تشجعهم على الاستشهاد، ثم استشهدت الأخرى أيضا. ومن ضمن الأمهات القديسات أم تيموساوس القديس أسقف نيسوس وجدته، اللي قال له بولس الرسول أذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في قلب أمك رؤيس وجدتك إفنيكي. نذكر كثير أيضا من الأمهات القديسات،
بل ان حواء امنا سميت حواء لانها ام لكل حي، ما كانش اسمها كده يعني لما ربنا خلقها او صنعها ما كانش اسمها حواء، كانوا بيسموها امرأة لانها من امرئ اخذ، ولما بدأت تخلف عيال سموها حواء لانها ام لكل حي. احنا لا ننسى ابدا الامهات اللي بيتعبوا من اجل ابنهم قبل ان يولد، يتعبوا فيه في الحمل بالوجع تحبلين 30 اولادا، ويتعبوا في الرضاعة، ويتعبوا في شيله، ويتعبوا في تربيته، ويتعبوا في تعليمه الكلام، ويتعبوا في تغذيته وفي صحته وفي كل حاجة لغاية لما يكبر يتمرض عليهم. خلي عندكم حنية لأولادكم بحيث يذكروكم بالخير باستمرار. احنا نرحب بالاخوة اللي هما بتوع قرية دسيا محافظة الفيوم، وربنا يجعل امهاتكم بركة. انا عايز اقول لكم حاجة مهمة بيخطئ فيها كثيرون من قادة الكنائس. يوم احد الشعانين هو عيد سيدي، يوم احد الشعانين هو عيد سيدي. عايز الكنائس اختصارا للوقت تبتدي في صلوات البسخة اثناء القداس او بعد خروج، لا دي عكننا على هذا العيد السيدي. يوم احد الشعانين هو عيد سيدي يقال بألحان الفرح طول القداس، لما يتعمل تجنيز ما يتعملش حزيني برضه. مثله ايضا يوم خميس العهد، يوم خميس العهد ايضا هو عيد سيدي. ما يصحش ان احنا بعد القداس نقول بسخة بطلقت الحزين، ده مش صح. نخرج كويس قوي وبعدين الحن الحزين بعد المغرب في عشية الجمعة. فاحتفظوا ببهجة هذين العيدين السيدين، احد الشعانين وخميس العهد، اعياد سيدية.
ناس برضو من مطاي، يا ريت تتصل بني اتكلم بديمتريوس جوارجيوس بيقولوا دول المعلمين بتوع الأبروسية، بيقولوا على الرغم من توجيه قداستكم على زيادة مرتبات المعلمين في الكنائس إلا أنه لم يحدث ذلك مع المعلمين في إبارشية مطاي، حيث أن مرتباتنا 75 جنيه 275 فقط، لا قليلة برضه لازم يزودوها، مش يزودوها تبقى 276، لا يعني كل حاجة غليت اللي يمضي. ده لو حب ياكل عيش وملح، ال275 مش شكة فيها عيش وملح، الملح غلي مش كده ولا؟ وقام بجوال جوز يعني ابروشيته مرويلة قوي، لازم ياخد باله. مبدأ عام، كل ما الواحد يدفع للفقراء ربنا يغطي ويزيد ويفيضه اكثر مما يحتاج الشخص. هو نفسه بيقول ان كنت لا افتح قوى السماء وأفيض عليكم. عندما اعرض عليه مشكلة ليحلها لي يقول لي هو انا خلصت من مشاكل شعبي لما انشغل بمشاكلك انت كمان؟ لا 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 لا، مفروض الكاهن اي انسان يطلب مساعدته يساعده، وليس فقط من افراد شعبه. اي واحد يقابلك لازم تعمل معاه خير، عشان صعب السؤال، وهو لازم اكون من شعبه عشان يحلل المشكلة. لا، ربنا اوصى حتى بالغريب، وصايا ربنا فيها كلمة الغريب كتير في العهد القديم، من ضمن الايات المشهورة: لا تنسوا اضافة الغرباء وتذكر انك كنت غريبا في ارض مصر. لازم ياخد باله. كنائس لقمة البركة بيوزعها الشماس مش الأب الكاهن. السؤال ده جاينا عشان كده. في الحقيقة لقمة البركة وإعطائها للشعب كانت قديما نوع من افتقاد الشعب
لان الكاهن هو بيدي لقمة البركة بيعرف مين اللي جه ومين اللي ما جاش، واحيانا يقول لي ده مبروك ويقول لي ده البقية في حياتك ويقول لي ده ربنا يعزيك، وكل واحد يقول له ويقول لي ده عايزك تذاكر عشان تنجح، يعني بيبقى نوع من الافتقار وهو بيدي لقمة البركة. لما الشماس يدي لقمة البركة ما يبقاش فيه افتقار، بيبقى عمل روتيني وخلص، عمل روتيني كل واحد ياخده خلاص. لكن الكاهن عايز يريح نفسه، مفروض ان هو يريح الشعب مش يريح نفسه. يا ريت تجربوا انكم تدوا لقمة البركة بنفسكم، يعني واحد بيقول ما رأي قداستكم في موضوع الزمالة بين الشباب والبنات في مرحلة الجامعة؟ لو كانت مجرد زمالة مفيش مانع، ما ننكرش الزمالة، لكن لو كانت زمالة مغمزة كده يعني واحد اذا ما انا بلاش احسن اعلمكم الشقاوه انا بنسمع قصص يعني بلاش دلوقتي. واحد بيقول انا في مشكله ومعرض للسجن ولدي 3 أولاد منهم بنت متزوجة وعليا أقساط بسبب زواج بنتي وغير قادر على سدادها، ما قالناش برضو قد ايه الأقساط وايه عنوانه، يا ريت تبعت لنا عنوانه. على فكرة بمناسبة الديون أحب أقول لكم حاجة، كتير ناس بيبعتوا لنا بخصوص الديون لطلب سدادها، من ضمنها أشياء أحب أنبهكم إليها. الضمان يعني واحدة تضمن زوجها ويجي زوجها يسافر ويمشي وهي اما تسدد الدين لانها ضمناه واما تنسجن. انصحكم بانكم لا تضمنوا احدا، الحاجة التانية الواحد يضمن اي حد ويطالب بفلوسه، الحاجة التانية ناس يشاركوا أشخاص ويرتبطوا معاهم أيضا في الديون ويجي الشريك ده يمشي وهو يقع في الحكاية. خلي بالكوا من حكاية الشركة دي. تالت حاجة، ناس يخشوا في مشروع هم ما يفهموهوش وبعدين المشروع يخسر فيستلفوا ويقعدوا يستلفوا
لغاية لما يستبقوا وما يعرفوش يسددوا. حاجة تاني أنبهكم ليها، اوعوا تمضوا على شيكات على بياض. لما انت تمضي على شيك على بياض ممكن اللي معاه الشيك يكتب عليه اي رقم، بالمثل شيكات الأمانة لنقط كتير دي ياريت نبقى نقولها لكم بالتفصيل، لكن بتسبب خطورة كبيرة جدا. نكتشف كده، دي الأسئلة للأشخاص اللي بتتوضع صورهم، ولكن هي موجودة بصفة دائمة، ساعات مع فلان وساعات مع غيره ليكن. من أي الوقت في الإسكندرية، والكلام اللي هقوله ده غير الكلام اللي قلته في الإسكندرية عشان تقولوا لي قديم. السيد المسيح تألم كثيرا، آلامه لم تكن فقط في أسبوع الآلام بل منذ ولادته، وولد في عز الشتاء والدنيا برد وما فيش أغطية. وبعدين هيرودس قرر أن يقتل كل الأطفال فاضطر أن يهرب إلى مصر، يعني كانت آلام من أولها، وعاش حياه كلها ألم في بيت فقير. وقيل عنه انه لم يكن له اين يسند رأسه، يعني فيش مكان، وعاش بدون وظيفة رسمية، وعاش في منغصات ومؤامرات من قادة اليهود، خصوصا من الكهنة والكتبة والفريسيين، وسط اتهامات باطلة كثيرة. فقالوا عنه انه مجدف وانه ضال وانه مضل وانه ببعل زبول يخرج الشياطين وانه يعاشر الخطاة وإنه أكل وشرب خمر. وقالوا له أليس حسنا؟ قلنا إنك سامري وبك شيطان، يعني إهانات كثيرة تعرض لها. والكتاب بيقول إنه جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، لكن أسبوع الآلام كان أكثر الأيام سوءا عليه من جهة الألم.
والعجيب ان السيد المسيح لما تألم قدس الألم بألمه، قدس الألم، فأصبح الألم شيء مقدس. ولذلك يقول الرسول بولس إن الألم هبة من الله. يقول من جهة المسيح: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. يعني الألم من أجله عبارة عن هبة، وهبنا لنا الله لأن وراءها الأكاليل وفوائد روحية كثيرة. ويقول بطرس الرسول: إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. ويقول الرسول أيضا: إن كنا نتألم معه فأيضا نتمجد معه. فالألم مربوط بالمجد وبالطوبة. ومن الخير لنا أن نتألم هنا مثل العازر المسكين، خير من أن نتمتع مثل غني العازر. وما أجمل ما قاله الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي، بيقول: ومتعت بالألم العبقري، وأنبغ ما في الحياة الألم. الإنسان لما يكون متألم تكون نفسه صافية أكثر من غيره. لما يكون متمتع ومبسوط بينسى ربنا وينسى نفسه ويمشي في الأرض خيلاء، لكن في الألم نفسه تصفو ويعرف الأمور على حقيقتها بالأكثر. ولذلك المريض اللي قاعد في المستشفى وخصوصا في الانتنسيف كير يلاقي قلبه مع ربنا أكثر من غيره، أكثر من نفسه لما ما كانش مريض. الناس اللي بيصابوا بأمراض خطيرة يبدو إن لا شفاء لها. طبعا كل حاجة ليها شفاء بنعمة ربنا. هؤلاء بتكون نفسيتهم أكثر صفاء وقربهم لله أكثر. وفي أسبوع الآلام نحن نشترك مع الرب في ألامه، كما قال الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. فنتألم معه ونتألم لأجله ونمجده في ألامه. إزاي نمجده في ألامه؟ باللحن اللي بنقوله باستمرار في الكنيسة: لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إله. سوق تيتي قوم نمتي أوه نمتي اسمه نمتي أماهي شائني. نتابع المسيح في هذا الأسبوع ونحن نغني له هذه الأنشودة: كثيرون قد تركوه حتى تلاميذه خافوا ومشوا. والشعب القلب انقلب عليه وبقى يقول اسلبه اسلبه. الشعب اللي هو تعب من قبله كتير وشفى مرضاه واقام موتاه وصنع معه عجيب، الكل
الكل تركوه أما نحن في وسط ضعف هؤلاء الأبرياء من تلاميذه ووسط خيانة الشعب والقادة نقول له نحن لم نتركك يا رب نحن معك في كل وقت ونحن نعرف من أنت أنت اللي ليك القوة والمجد والبركة من أكثر الناس الذين تركوه يهوذا تلميذه العجيب ان يهوذا هذا كان الرب قد عمل معاه جمايل كثيرة جدا اولا اختاروا تلميذ له فصار واحدا من الاثني عشر ثانيا ارسلوا للتبشير والكرازة وجعل الشياطين ايضا تخضع له باسم الرب كباقي التلاميذ يعني واكثر من باقي التلاميذ جعل الصندوق في يده الصندوق في يده وكان ايضا من عمله ان يهتم بالفقراء وبالتلاميذ ايضا في احتياجاتهم ومش بس كده قربوا كده لكن بقى قاعد جنبه يعني لما قال الذي يغمس معي في الصحفة هو يسلمني مش ممكن يغمس في الصحفة بتاعت رب إلا لو كان جنبه هو فوش يكون ان يغمس معه في الصحفة دي بركة كبيرة من يلاقيها او السيد يغمس ويدهوله بق وياكل ما كلام على الرغم من كل هذا خانه ومش بس خانه الناس كلموه عليه ده هو اللي سعى الكتاب بيقول سعى الى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني لأسلمه حاجة صعبة غير منتظرة يسعى علشان يقول لهم تدوني ايه لكي أسلمه بيقول الكتاب ان لما اخذ اللقمة دخله الشيطان اذا يهوذا كان مقودا بالشيطان في خيانة سيده وبعدين سلم المسيح بقبلة تقدم وكان قال للناس اللي هقبله يبقى هو هو تقبضوا عليه وتمشوا تقدم اليه وقبله وقال له يا سيدي المسيح ما قالوش يا خاين قال له يا صاحب أبي قبلة تسلم ابن الانسان عشان كده احنا في الكنيسة في من ليلة الاربعاء يعني من الثلاث بالليل يمنع التقبيل في الكنيسة تذكرا لقبلة يهوذا يعني ما نسلمش على بعض ولا على الاباء الكهنة ولا حد محتجين على تلك القبلة الخائنة الغادرة ونقول اللي احنا الخاص بيه لو ان الرب اساء الى يهوذا او اتعبه نقول يمكن كان متأثر وتعبان وبينتقم لنفسه
لكن ده عمل معاه كل خير، فقابل الخير بهذا. ومش بس في اسبوع الاذان بنمنع التقبيل من اجل خيانه يهوذا وقبلته، انما طول السنه بنصوم يوم الاربعاء احتجاجا على ما فعله واحد منا ضد السيد. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها لكم، ان السيد المسيح لما صلب، صلب بارادته. يعني بارادته؟ هو قال انا اضع نفسي لاخذه ايضا، لا يستطيع احد ان ياخذها مني، بل انا اضعها من ذاتي، لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها ايضا. في يوحنا اصحاح 10. ولذلك كان يعرف الوقت الذي سيسلم فيه والمكان، وذهب الى ذلك المكان الذي سيقابله فيه الجند والخائن يهوذا. ولذلك قال للتلاميذ في يوحنا 13، يقول ان يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم عن تمتها، بدا يغسل رجليهم. ولما غسل رجليهم كان يهوذا ايضا احد الذين غسل الرب رجليه، فقال لهم انتم كلكم طاهرون، انتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارف مسلم. وقال له انذارات كثيره لم يسمعها، ومن اخطر الانذارات التي قالها ان ابن الانسان سيسلم لايدي الخطاه، ولكن ويل لذلك الشخص الذي يسلمه، كان خيرا لذلك الانسان لو لم يولد. ويهوذا لم يعبأ بالحب ولا بالانذارات، المهم في الموضوع ان السيد المسيح ذهب بارادته الى المكان اللي عارف انهم هيمسكوه فيه، وفي نفس الوقت. وهنا احب ان اقول لكم امرا هاما في حياة السيد المسيح، هو له لاهوت كامل وناسوت كامل، لكن السيد المسيح لم يحدث مطلقا انه استخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته. يعني مثال كده، لما صام الاربعين يوم جاع، وجاله الشيطان قال له لو كنت ابن الله تحول الحجارة خبز وتاكل. عارف ان دي لعبة من الشيطان عشان يستخدم لاهوته من اجل نفسه. مرضيش يحول الحجارة خبز لكي يأكل، لكن استخدم لاهوته في اشباع الجياع، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين. يعني يستخدم لاهوته لراحة الاخرين وليس لراحته هو شخصيا.
لم يستخدم لاهوته في انه يقبض او على الاقل يضيع الناس اللي جايين يقبضوا عليه. دواعي الارض من هيبته كان يستطيع ان يفني او يبيد جميع صالبيه، ولكنه لم يفعل، ولم يفعل من اجلنا نحن لاجل خلاصه، لانه وضع في نفسه انه يموت عنا لكي يفدينا، فلم يهرب من الموت. طبعا دي شجاعة منه، ولكن ايضا حب، احب خاصته الذين في العالم، احبهم حتى المنتهى. قعدوا يهددوه ويشمتوا بيه ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب لنؤمن بك، وكان يستطيع ان ينزل ولكنه لم يفعل، بل بقي على الصليب من اجلنا لكي يموت عنا ويفدينا ويدفع ثمن خطايانا. الصليب بالنسبة له وبالنسبة لنا لم يكن علامة ضعف ولا عار، الصليب لم يكن ضعفا ولا عارا، وإلا ما كنا نقبله ونجعله شعارا لنا ونفتخر به، كما يقول بولس الرسول: حاش لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. والالم بالنسبه لنا ليس عارا. شوفوا ايها الاخوه، كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور، كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور، ولكنهم يستفيدون من الألم. يحبوا البهجة والسرور، ده مش جايز ما يفتهمش، لكن اللي بيفتهم هو الألم. السيد المسيح في تألمه وفي صلبه كان مثالا لنا ومعلما لنا في أشياء كثيرة. كان في صلبه مثالا للحب والبذل، يحب الخطاة حتى يموت عنهم. كلنا كنا تحت حكم الموت، لأن أجرة الخطية هي موت، ولكنه من فرط حبه لنا مات عنا وكان ذبيحة خطية. كان قويا في آلامه وصامدا، بل سر بالألم. الرسول بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه، كان مضحيا من اجل غيره، وفي موته كان منتصرا، انتصر على الشيطان وسحق رأس الحية وبدد مملكة الشيطان، وهو نفسه ملك على خشبة. بموته داس الموت. المسيح في صلبه ايضا كان مثالا في احتماله، في احتمال الالم وفي احتمال الاستهزاء والتشهير.
في احتمال الموت، والمسيح ايضا في صلبه كان مثالا في المغفرة للمسيئين، لذلك قال عن الذين صلبوه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. غفران وتقديم سبب للغفران. السيد المسيح كان قويا، قويا على مستوى روحي وليس بالمستوى الجسدي الذي يراه الناس، وكان ناجحا في إكمال رسالته. كان ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، وهو على الصليب كان له حنو في قلبه نحو أمه، يعني اللي بيحتفل بعيد الأمهات يتذكروا ان المسيح وهو في عمق الالم وعلى الصليب كان حانيا على امه وتركها في رعاية تلميذه يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدره، قال لها: هذا ابنك، وقال له: هذه امك. الكل تركوا، لكن قلة وقفت إلى جواره على الصليب، أمه العذراء وتلميذه يوحنا الحبيب ومريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. السيد المسيح في حنوه وفي حبه حمل كل خطايانا، خطايا العالم كله منذ آدم إلى آخر دهور، حمل خطايانا لكي يمحوها بدمه ويكون فاديا للجميع. ولذلك فأسبوع الآلام ليس مجرد أسبوع آلام، وإنما هو أيضا أسبوع فداء وخلاص للبشرية كلها، فداء وخلاص للبشرية كلها. وفي مقدمة الذين فداهم وخلصهم اللص اليمين، اللص اليمين ده يمثل الذين جاءوا للمسيح في آخر حياتهم في الساعة 11 من النهار. أخطأ مدة طويلة ولكن جه في الآخر ونال الخلاص. ده شيء رجاء لينا إن ممكن حد يخلص حتى في آخر لحظة من حياته. وساعات ناس يقولوا: هو عمل إيه اللص ده؟ يعني عمل حاجات كتيرة. أول حاجة إنه مكن زميله اللص الآخر وقال له: مش قليلة دي. واعترف بالمسيح ربا وملكا، قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وصلى وكان ايضا يعترف بان المسيح قادر على ان يخلصه،
المسيح سيصل الى الملكوت. ده ما فيش حد يوميها قال كلام زي كده. لذلك قال له السيد اليوم تكون معي في الفردوس. لاحظوا في نقطة جميلة في العبارة دي حساسة، ما قالوش اليوم تكون في الفردوس، قال له اليوم تكون معي، يعني زي ما انت كنت معي على الصليب هتكون معي في الفردوس. فأعطى له بركة هذه الصحبة والعشرة ان يكون معاه. على فكرة في ناس بيغلطوا ويقولوا هذا لسه اول من دخل الفردوس. لا، السيد المسيح مات في الساعة التاسعة من النهار، وطبعا نزل الى اجزاء الارض السفلى وبشر الموجودين ودخلهم الفردوس. اللص مات في الساعة 11 بعدها بساعتين، يبقى دخل بعديهم بساعتين، مش اول واحد، لكن المهم انه دخل وقال له تكون معي. البعض يقول ده ما تعمدش، لا تعمد، المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، وده مات مع المسيح وقام. أخيرا أقول لكم في حزننا على آلام المسيح لا نضيف إليه آلاما جديدة بخطايانا، لأن كل خطية نعملها لتبقى قطرة في ذلك الكأس. لألا أن شئت أن تعبر كفاية كذلك.